والإيثار. يقول هذا رجال والقصة، أنا دائما أجيب السوالف القديمة يقولون وينك عايشة، عطنا القصص القريبة، هذه سالفة قريبة. يقول هذا الرجالين تخاووا وفي ديرته واحدة، حتى أن المرحلة الدراسية سوا، درسوا سوا وتخرجوا سوا وتعسكروا سوا. واحد منهم أبوه ما شاء الله بخير ونعمة، ورث له مال من أبوه وبدأ يكون له شركة، وصار للشركة اسم، واغتنى الرجال وأصبح تاجر، خلنا نسميه بالتاجر بدون ذكر أسماء. تم. الآخر عسكري وظروفه شوي صعبة وما ورث مثل ورث الأول، وكانت الدنيا عليه صعبة شوي، وكان بينه وبين رفيقه من الميانة الشيء القوي، وكان بينهم من الوفاء وبينهم من الوقفة. ترى الرفيق الطيب لا منها زادت أو سمك الحبل بينك وبينه، تمون عليه ميانة قوية حتى إنه يكون أقرب من إخوانك بعض الأحيان. نعم. وخير مثال اللي أنا بينهم لا. شوف النظرات تبادلت في هذه النقطة. فطين والله. ما شاء الله عليه. أنا ناظر ربيع فطين. فسمك هذا الحبل بينهم، وجاء الرجال الفقرية والرجال اللي أموره مصلحة للرجال اللي بخير، وقال يا فلان أنا ضاقت علي الدنيا شوي، وأنا لوني داري إنك مثل أموري ولا أقل مني ما جيتك ولا أعلى مني بشوي، ولكن إنك في خير وفي نعمة والله يزيدك، والله إني ما أخذ منك الدراهم هذه لا هبة ولا ألا، تسجلها بيني وسلف وبرد لك. قال يا رجال لي بأن أكبر من كذا، وأنا وياك معرفة قديمة، وأنا وياك مثل الأخوان وناشين سوا وهل يعرفون أخوان ما يحتاج. قال والله إني ما أخذ منك ريال مع إني محتاج ومرة، ألا مسجل بيني وبينك. قال سوي اللي تبي. سجل الرجال الفقير هذا إن هي أخذت من فلان في التاريخ الفلاني كذا كذا، وبرجعها له إن شاء الله مع الراتب أو إذا الله يسر. قام الرجال التاجر هذا وحط تحت بالقلم نفسه في نفس الورقة، وإذا ما سددني تراه مباح، يعني ترى ماني بطالبة بشيء، إذا توفيت فيما بعد لا تطلبون هي على شيء، إذا جابها من نفسه أو ترى ماني بطالبة بشيء. المهم يا طوال الأعمار يوم جاء الراتب سدد له جزء من المال. أنت يا الفقري جاء عقبه بخمسة أيام واحتاج الرجال وجاه ونصاه وعطاه، قال أبشر وياخذ منها على 5000، ولا منها جامع شوي من الدراهم ولا نزل الراتب، أحواله وسط، جاء وعطاه 500 ريال ولا عطاه 1000، يعطيها أقل من المبلغ، والرجال ذاك ما يطري له شيء. يوم جاء مرت من المرات وقال يا فلان أنا والله أني استحيت ولا عاد في وجهي مرة أني أقابلك، ولكن والله العظيم إن شاء الله أن جاء الراتب أني حتى أني أضغط على نفسي وأعطيك المبلغ إن شاء الله نصه إذا ما هو بكام. قال أنا طلبتك الدراهم، أنا لمحت لك تلميح، أنا ذكرت لك شيء. قال لا. قال أجل خليك على راحتك ولا تكلم هالكلام، واللي عندي الحلال واحد. السلام. استمروا على هالحال واستمروا على هالحال، وياخذ منه 5000 ويعطيه 500، وياخذ 10000 ويعطيه 5000 أو النصيفة، والرجال ما يبي الدين يكبر عليه ويبين الرفيزة يعني تراني، وهو فعلا يعني رجال صادق. استمرت الأيام واستمرت السنين، والسالفة فيها تفاصيل ولكن نختصرها، حتى أن الرجال المدين أو المديون قدر الله عليه وتوفى، وباقي في ذمته للرجال التاجر درا. جاء الخبر للتاجر ما راح تتعزي في فلان، قال من فلان؟ قالوا فلان ابن فلان الفلاني. قال عدو جده فلان ابن فلان من؟ قالوا فلان ابن فلان ابن فلان رفيجك. قال رفيجي؟ قالوا رفيجك. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. توه جايني من فترة قريبة، قالوا الموت ما يستاذن. توفى الرجل وراح الرجال وقام بعزة، ويوم خلص العزاء عقب ثالث يوم جمع عياله كلهم وقال نادمكم من وراء الباب، وبدأ يقول تراني أبول للعيال وخلت كبير، إن احتجت شيء من أمور الدنيا وما احتجت شيء تراه واجب علي أني أبادر، لأن فلان مهب رفيجي، فلان أخوي وله معاريف علي، ربما ما تكون له معاريف ولكن من طيبه يقول هالكلام حتى ما ينحرجون. نعم. وهذا الوفا بين الرجال، وهذه الرفقة وهذه الخوة الحقيقية. استمرت الأيام، وهو كل ما شرى البيت حتى الشيء البسيط اقسمه على اثنين وعطاها العائلة وعطاها العائلة، واستمرت الأيام ودارت الدنيا، والدنيا تدور تقلب مثل ما يقولون مالها صحيب، ما بين لحظة عيني وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، انقلبت الدنيا. وقام الرجال التاجر هذا وعلى استمراريته الأيام الماضية كلها على استمراريته، عقب 3 سنوات أو 4 سنوات قدر الله عليه ودخل في أسهم أو في مشاريع، وبدأ الرجال تفقد ميزان شركته يعني أسهمها، وجده ما عاد يبغى السلامة، جده ما عاد يبغى الربح، جده يظهر بالسلامة، ولكن شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى أن خسرت شركته، وبدأ يسحب
من ماله وحسابه الخاص حتى يوفي اللي مدين منهم الناس، فتضررت حتى حالته وحسابه الشخصي حتى تدين من الناس وبدأ يسدد اللي بيلحون عليه من أقاربه اللي بيصبرون عليه، حتى أصبح مدين ب800,000. دخل في مشروع وما قدر، وقدر الله سبحانه وتعالى أنه ما ينجح فيه، زادت ديونه ديون حتى وصلت مدينة ديونه تقريبا إلى 1,500,000 أو 1,600,000. خذ الأوراق اللي معه بعد ما قام يكلم نفسه ويراود نفسه، لأن رفيجه عقب ما توفى كان له أرض وبيعت وكان عنده الحقوق التقاعد وعنده يعني بيجيه دراهم، فخذ الأوراق اللي مخليها في الصندوق عنده وقال ماني براجع لها أصلا، ولكن دارت الدنيا وجاء يبي يجي لأم الأولاد، فجاء للعيال وطق الباب شافوه وما ينادون هلا عمي، بدأوا يتحضنونه الصغار والكبار يحبون على خشمه، قالوا بارك لنا يا عم، قالوا وش السالفة، قالوا إننا بننقلب ونروح نعيش عند عمالنا، بشرك شرينا لنا بيت صغير وبنروح نعيش عند عمالنا، قالوا أموركم طيبة، قالوا الأمور طيبة ولكن نقصنا بعض الأمور، وعقب ما نقصنا شيء من الأمور سلفونا خوالنا وخذنا من خوال، نرى أن أحوالهم وسط وفيها سلام. نعم. قام ودبر الرجال منهم وقطع الورقة في الطريق ورماها الله يكرمكم. هاي قام يا خيال العام. ما يبي يضغط عليهم وخلاها لله سبحانه. نعم. فنطح الأقدار، مشى الرجال وأقاربه ما شكوه ولا لهم نيه، وبعض معارفه وبعض أصحابه واللي يدرون بظروفه ويدرون بمعدنه الطيب، ولكن فيه بعض الناس اللي يطالبون بحقهم ما طلبوا إلا بحقهم، فراحوا وشكوه رجال رجالين ثلاثة حتى اللي شكوه يطلبون أو المبلغ اللي يريدونه من 800,000، فأعطي مهلة ذلك الرجل فما استطاع أنه يوفي فأوقف وسجن الرجال. واحد من عيالك يا الرجال التاجر اللي دارت به الدنيا خذ ورقه وراح للرجاجيل اللي مدينين منهم وقال ما أبغاكم تثنون لأبوي في حضوري، ولكن اذكروا أن أبوي هل هو كان يوفي، هل هو كان يعني رجال يتسلف من الناس ويتسدب عليهم ولا يأكل حلالهم، ولا رجال واضح وعلى وضح النقى وصادق. قالوا أنما نشهد الله باللي صاير وبالحاصل ونرى الله في ذلك، فشهدوا له كذا اسم، فراح له الرجال سبير ورجال معروف في ديرتهم وقال وجاء وتعرف عليها وفي المنطقة، السلام عليكم، عليكم السلام، والدي صاير له كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا لي أسماء ناس يشهدون بذلك، فإذا بالأسماء أسماء تجار وناس معروفين والرجال له معرفة فيها. قال خير، وخذ الورقة وصفتها عنده ودبر الولد. الولد ما في يده إلا كذا، يعني لو يتسلف الولد بعد ما هو قادر يوفي، ووضعهم صعبة جدا، خاف أنه يزيد الدين دين. الرجال نسى الأوراق فترة وجاء عقبها فترة وفتح الأوراق والورقة وقرأ الأسماء، راح للسجن نفسه، دخل على الضابط، السلام عليكم، وعليكم السلام، بيشوف الرجال هذا وش كم عند كم مديونيته اللي بالاسم مذكور، قالوا فلان عليه تقريبا 800,000 مديون ب800,000 ومسجون فيها. قام الرجال وبعد ما نشهد التجار أصحابه وعرف معدنه الطيب ولعله يعني نواها صدقها، فسجل الشيك 800,000 أنه يصرف لي فلان لا غير فقط، وختم الشيك ويعني أموره نظامية 100%، وأعطاها للضابط، قال تسلم للرجال أو أنه وكل محامي تسلم للرجال. جاءوا للرجال التاجر اللي مسجون في السجن، قالوا أبشرك جاك الفرج، أنت وش عندك من الأعمال الصالحة حتى أن يجيك رجال أن يكفرك بهالمبلغ كامل، في ناس مسجونين على ربع هالمبلغ وما جاهم أحد ولا أحد التفت لهم حتى. قال الحمد لله، كم المبلغ اللي جاء؟ وقال 800,000. قال 800,000 في خيارين، الخيار الأول أنكم تردون هالفاعل الخير الله يجزاه خير، ولا أنكم تقسمونها بين السجناء اللي أمورهم بسيطة. أنا أن طلعت في 800,000 هؤلاء اللي شكوني، الناس اللي ما شكوني بيقولون أنه طلع وسددهم عشانهم شكوه وإنه ما شكناها، وين الوفاء؟ إنه صابرين عليه وساكنين المحبة بيننا وبينه ووفاء وتقدير، ليه يروح يسدد ذولي وإنه ما سددنا؟ فقال أنا إن سدد دراهمي كلها ولا بيعيني، وصبر ورجع الرجال. اتصل الضابط على التاجر هذا، قال السلام عليكم، الموضوع واحد واثنين ثلاثة، وإن الرجال رفض وقال أني بنحرج مع قاربي ومع أخواني ومع جماعتي ومع بعض الأصحاب. قام الشيخ وقال التاجر هذا ورجع للضابط، قام الضابط قال كم عنده؟ قال عنده 700,000 اللي هم أقاربه ومعارفه واللي ما شكوه، و800,000 اللي مشكين فيها. قام الضابط الرجال هذا التاجر وأخرج شيك
القصة ترى أقرب للخيال. أنا أول ما سمعت القصة قلت ربما تكون خيالية، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يسير الناس. نعم. يقدم الخير وتلقى خير. نعم. الناس يقول بعضهم قدم الخير وتلقى شر، لا قدم الخير وتلقى خير. ولا والطيبين واجد فعلا. احنا نعيش زمان طيب. أخرج الشيك وسجل 1,500,000 مليون ونص تعطى لفلان لا غير، يسدد بهدية. قام الضابط وقال للتاجر أسألك بالله العظيم تعرفه؟ قال والله العظيم إني ما أعرف ولا أدري وش اللي سيرني له، ما أدري وش اللي سيرني له، كأني محلوف علي من والدي ولا من والدتي، ولا كأني مغصوب على هالفعل مع أني ما غصبت أبدا، ولكن الله اللي قدرني سيرني له. ولا تقول له شيء، قل فعل خير. طلع الرجال عقب ما سد، جاء الضابط وجاء المحامي وقال له بتظهر، يقول قال الرجال المسجون تظهر، يقول له الضابط أبظهر، قال إذا سددت الديون وتنازلوا هؤلاء عن المبالغ خلاص تظهر، ما عاد نبغى منك شيء. جد الرجال بيدبر هو المحامي اللي معه، ناداه الضابط قال أنا سألت الرجال بالله وأجابني، بسألك بالله العظيم وش الخبيئة اللي بينك وبين الله حتى أن الله ساق لك رجال ما تعرفه ولا يعرفك ودفع هالمبلغ 1,500,000، مهيب سهلة. قال والله العظيم أني مثل ما تشوف صلاتي حافظ عليها وورادي، مثل ما تشوفني في السجن عندك ما أدري 3 سنين أو سنتين أني ما زدت عليها شيء أبدا. قال أنا سألتك بالله تذكر؟ ويجلس الرجال قال لا، ألا في موضوع واحد واثنين وثلاثة ورفيقي كذا، وجيت وقطعت الورقة واكتفلت بعياله وكفلتهم 3 سنوات بعد وفاة أبوهم حتى صارت لي هالأمور، وبدأ يعد السالفة كلها. قام الضابط ونزل رأسه وصار يبكي، قال الله يبيض وجهك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله سبحانه وتعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى ييسر مثل هالأمور، والناس يقولون قدم الخير وتلقى شر، لا فعل بالعكس، قدم الخير وتلقى الخير. فهذا دليل على من عاداتنا الطيبة اللي هي الوفاء وما ذكرنا قبل. فهذه من القصة اللي حبيت أوردها لكم، والله يوفقنا وياك. ومن كلامك الطيب اللي بدأت به أن